توفيق الحريري عمل بلد بدمه، مش كثير علينا نحميه بأصواتنا. ما في حدا انظلم من بلد أسئل. بعد ظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: الحكومة تؤجل بند الكهرباء إلى الجلسة المقبلة، عون يرفض استباحة إسرائيل لأجوائنا، والحريري يؤكد العمل على تحييد لبنان. ترامب موعد ضرب سوريا لم يتحدد بعد، وروسيا تلين لهجتها وتخلي قاعدة طرطوس البحرية. جيش الإسلام غادر دوما كليا، وروسيا تعلن دخول شرطتها العسكرية إلى المدينة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: حذر في أسواق المال بسبب مخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل في سوريا. وفي الرياضة: كريستيانو رونالدو ينقذ ريال مدريد ويؤهله إلى نصف نهائي دور الأبطال. أهلا بكم. بحث مجلس الوزراء في قصر بعبدة في جلسة عادية في البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد أجل البت بموضوع الكهرباء إلى الجلسة المقبلة. رئيس الجمهورية ميشيل عون أكد في مستهل الجلسة أن لبنان يعتبر أن استعمال الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية هو اعتداء على سيادتنا، مشددا على أنه لن يقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا. وجدد عون إدانته أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية، معلنا أن لبنان سيرفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية. بدوره علق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الأوضاع الإقليمية المتوترة قائلا: نعمل على تحييد لبنان عن أي مشاكل ممكن أن تصيبه. وأكد الحريري أن مؤتمر سادر كان ناجحا، وقد دل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي بلبنان وبما تحقق منذ تشكيل الحكومة الحالية. وننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة مع مراسلتنا شهير إدريس. شهير، ماذا في تفاصيل مواقف الرئيسين، وماذا عن مصير البنود المدرجة؟ فعلا ميرنا، الأوضاع الإقليمية التي حصلت وطبعا التهويل بضربة عسكرية عبر الأجواء اللبنانية أو أجواء منطقة الشرق الأوسط كانت في بداية الجلسة على طاولة مجلس الوزراء وفي الكلام السياسي لكل من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إذ كان هناك طبعا رفض لاستباحة الأجواء اللبنانية من أي دولة كانت لإجراء أي ضربة عسكرية باتجاه أي دولة عربية شقيقة أو صديقة. وكذلك تم الحديث عن موضوع النأي بالنفس، إذ أن يعني يجب تحييد لبنان عن كل هذه الصراعات الدائرة في المنطقة. كان هذا الجو العام وما ذكرتيه في مقدمة النشرة حول موقف رئيس الجمهورية برفع شكوى إلى مجلس الأمن حول استباحة العدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية عبر الضربة العسكرية لسوريا. وكذلك كان هناك كلام لرئيس الحكومة سعد الحريري بضرورة تحييد لبنان عن أي صراعات وأيضا عن أي مشاكل قد تصيبه نتيجة هذه التطورات. إلا أن الرئيس الحريري من جهته عرض لنتائج مؤتمر سادر والإصلاحات التي تمت، قال إن هذا المؤتمر ونتائجه هي ليست فقط لسعد الحريري إنما هي لكل لبنان وكل الأفرقاء في لبنان. وعرض أيضا للإصلاحات قائلا: لمصلحة لبنان أن يتم تنفيذ المشاريع التي سيتم الموافقة عليها، هي إصلاحات ضرورية لإكمال طبعا عملية مكافحة الفساد والهدر. طلب من جميع الأفرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة أن يقدموا أيضا اقتراحات عن الإصلاحات التي يرونها ضرورية لمكافحة الفساد والهدر. وأيضا قال: نحن شركاء في هذه الإصلاحات وليس فريق واحد يعمل عليها، يجب أن طبعا نقدم كل الأفكار الإصلاحية التي يجب أن تكون يعني لكل الدولة اللبنانية مقابل الدول التي ستقدم بعض المشاريع. وقال أن هناك بعض الدول التي لم تقدم على مؤتمر سادر التزامات، سيكون هناك التزامات كالصين واليابان وغيرها من الدول ستنفذ عدد أيضا من المشاريع الأخرى. في موضوع الكهرباء، هذا الموضوع تم طرحه على جلسة مجلس الوزراء، كان هناك وجهات نظر مختلفة حوله، لم يطرح بالكامل نظر
نظرا لعدد الأوراق التي يحويها التقرير الذي قدمه وزير الطاقة والبنود لـ 13 التي أضيفت إليها أيضا، لكن كان هناك بحسب معالم تلفزيون المستقبل اشتباك بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية موضوع دير عمار، وطبعا البت بموضوع التفئة الذي كان طرح سابقا لهذا المشروع، مشروع كهرباء دير عمار. وقال الوزير علي حسن خليل أنه طبعا يأخذ بديوان المحاسبة، وقال للوزير باسيل هذا الأمر، وطبعا خرج من مجلس الوزراء متجهما حول عدم الحديث عن هذا الموضوع، لكن تم تأجيل كل ملف الكهرباء إلى جلسة لاحقة. الوزير مروان حميدي قدم رؤية الحزب التقدمي الاشتراكية حول حل للكهرباء، وطبعا موضوع الانتخابات قال عنه الوزير مشنوق أنه سيجري في المغتربين، طبعا موضوع انتخابات المغتربين وفق أن يكون هناك مراقبين دوليين في الخارج. إذن هذا مجمل ما جاء، وطبعا كل التفاصيل ستكون في نشرة 7:30. نعم، شكرا لك شهير، يعطيك العافية. أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في بيان أنه بناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان، وحفاظا على سلامة ركابنا والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة، فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وسط استمرار التعزيزات العسكرية الغربية في اتجاه الساحل السوري، موقف جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه أنه لم يحدد موعد الهجوم، مضيفا أنه قد يكون وشيكا أو غير وشيك على الإطلاق. وموسكو تخفف لهجتها وتخلي قاعدة طرطوس من القطع الحربية. تأكيد البيت الأبيض أن جميع الخيارات في سوريا مطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد، وفي وقت يجتمع فريق ترامب للأمن القومي لاتخاذ قرار بشأن سوريا. جدد الرئيس دونالد ترامب ضغطه على روسيا وحلفائها من خلال تغريداته، مشددا على أنه لم يحدد أي موعد للهجوم على سوريا، وأنه ربما يكون قريبا أو غير قريب على الإطلاق. وفي الجانب الروسي، وبعد دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تغليب لغة العقل في تسوية الخلافات الدولية، جدد الكرملين الدعوة إلى تجنب أي خطوات قد تزيد التوتر في سوريا، لافتا إلى أن الخط الساخن لتجنب الاشتباك بين البلدين يعمل. تليين روسيا للهجتها ترافق مع صور حديثة التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة طرطوس العسكرية، وكشفت التحليلات والصور التي نشرتها شركة ISI أن معظم السفن الحربية الروسية التي تتواجد عادة في تلك القاعدة غادرت. وأظهرت إحدى الصور المنشورة 8 سفن ترسو في الميناء، وهي كناية عن قوارب حربية وغواصات تعمل على الديزل، بينما بيّنت صورة أخرى أن معظم تلك السفن والبوارج لم تعد موجودة في نفس المكان باستثناء غواصة واحدة. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من جهتها أمرت غواصات بالتحرك إلى المتوسط بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا، ودعت ماي حكومتها لاجتماع طارئ لمناقشة رد فعل لندن على الهجوم الكيماوي على دوما. فرنسا أعلنت أنها ستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستشن هجوما عسكريا بسبب الهجوم الكيماوي على دوما. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ناشد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تجنب خروج الوضع في سوريا عن السيطرة، معربا عن قلقه العميق بشأن المأزق الراهن، وأسفا لأن المجلس لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في سوريا. والأزمة الراهنة كانت مدار بحث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، وقالت الرئاسة التركية إن ترامب وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سوريا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ينظم تيار المستقبل عند 17:00 احتفالا عند واجهة بيروت البحرية سيسايد تحت عنوان أهل الوفاء في بيروت مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. للمزيد ننتقل مباشرة إلى هناك مع مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، ماذا في تفاصيل الاحتفال وكيف تبدو التحضيرات؟
قطع الخط معي ميرنا، ولكن سأبدأ بالحديث. طبعا كما ذكرت ينظم تيار المستقبل في هنا في مركز السيسايد اليوم لقاء للمكينة الانتخابية ولبعض المحبين في مدينة بيروت مع الرئيس سعد الحريري. طبعا هنالك الآلاف من المتوقع أن يصلوا إلى هنا للمشاركة في هذا اللقاء، وسيكون في البداية مفاجأة، يعني يحب المنظمون أن لا يفصح عنها ولكن يفضل أن يتتبعها الجميع. 17:00 سيبدأ هذا اللقاء بهذه المفاجأة، ويمكن للمشاركين هنا أو عبر شاشة تلفزيون مستقبل أن يشاهدوا هذه المفاجأة، ومن ثم سيكون هنالك كلمة ترحيبية، وبعد ذلك بطبيعة الحال سيكون الكلمة الرئيسة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والذي سيتناول فيها يعني التطورات الأخيرة. بطبيعة الحال سيتطرق إلى مسألة التحضيرات للانتخابات النيابية أكان في كل لبنان أو في بيروت خصوصا، نظرا لأن هذا اللقاء هو للبيارتة بالدرجة الأولى، إذ يدعى إليه العديد من الشخصيات النيابية والوزارية والأهلية في عاصمة لبنان، بالإضافة إلى الماكينة الانتخابية الكبيرة لتيار المستقبل في بيروت، وبالإضافة إلى بعض المحبين الذين هم فضلوا المجيء، خصوصا وان يعني هنالك بعض الدعوات. ومعي مباشره على الهواء سيد جلال كبريت، وهو الذي ينظم اليوم هذا الموضوع. شو حبيت تقولوا للرئيس سعد الحريري وليش هيدا الحدث اليوم؟ يمكن ربيع مثل ما كنت انت عم تقول، اليوم حب الرئيس الحريري يجتمع مع المكنه الانتخابيه لتيار المستقبل ببيروت. المكنه هاي اللي صار عم تشغل اشهر واشهر بلا توقف ليل ونهار، حب يتلاقى معهم ليحسن على العمل اكثر قبل الانتخابات، وبنفس الوقت ليكون عم بحس بيرتي على المشاركة الكثيفة بكل لبنان، بيرتي ببيروت ولا كل المكانات بكل لبنان، لحصن على المشاركة بالانتخابات النيابية. فهذا اللقاء حب يعمله الرئيس قبل ما يبلش جولاته بكل المناطق اللبنانية ويتلقى مع كل المكانات، حب يبلشوا من بيروت. طبعا أهل الوفاء بيروت وبعض الفعاليات حيشاركوا معنا بهذا اللقاء لكمان يثبتوا مرة تانية ووقوفهم دائما قدام مع دولة الرئيس سعد الحريري. شغل المكنة الانتخابية ببيروت عم بيكون فعال أكثر من قبل؟ المكنة الانتخابية يمكن هي جند المجهول دائما، المكنة الانتخابية اللي بتكون موجودة، الشباب ما بيناموا إلا ساعات قليلة كل يوم، عم يشتغلوا صارن أشهر، فعال بشكل كبير وبلش يبين الموضوع على الأرض هلا. شكرا جلال كبريت المنظم هنا لهذا اليوم، ترقبونا عند 17:00 مباشرة على الهواء ولدى دخول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأيضا ترقبوا المفاجأة التي تحدثنا عنها. عودة إليك ميرنا. نعم شكرا لك ربيع. أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن تيار المستقبل يخوض الانتخابات على أساس مشروع دولة يقوم على الإنماء وترسيخ الأمن والاستقرار، داعيا أهالي بيروت إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات لتحديد هوية العاصمة. كلام الحريري جاء خلال جولة قام بها في منطقة عرمون. تأكيدا للكلام المكتوب على هذه اللافتة لما تطل بتجمع الكل، تجمع أهالي منطقة عرمون ووجهائها والعشائر لاستقبال الرئيس سعد الحريري أمام مقر تيار المستقبل في عرمون. الرئيس الحريري أكد للأهالي أن الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية، وقال على كل واحد منكم مسؤولية المشاركة فيها لقطع الطريق على من يحاول مصادرة قرار العاصمة. نحن عندنا مشروع دولة وإنماء، مشروع واضح قدمناه للعالم وقدمناه لكم بالأمن والاستقرار، وقدمنا تضحيات لمصلحة البلد ومصلحة المواطن اللبناني. دخلكم لآخرين شو قدموا غير الوعود والشعارات والأكاذيب. وكانت كلمة لمنسق التيار في المنطقة رامي عتاني الذي أكد تأييد الأهالي لتوجهات الرئيس الحريري السياسية ومواقفه ودعمهم لمرشحي لائحة تيار المستقبل في بيروت. وبعدها زار الرئيس الحريري منزل المختار أحمد بربور في حضور أفراد العائلة وحشد من الشخصيات قبل أن ينتقل إلى ساحة عرمون. من كل أنحاء البلدة تجمعوا للترحيب بالرئيس الحريري، لوحة بشرية غطت الساحة وشعارات التأييد لمواقفه رددها الأهالي.
ألبسوه عباءة الوفاء ونحروا له الخراف وألقوا عليه التحية والتقطوا معه الصور التذكارية، وبصعوبة شق طريقه ليتوجه بعدها إلى مستوصف رفيق الحرير الصحي في عرمون لافتتاحه بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المعدات المتطورة. حفل الافتتاح شاركت فيه ممثلة رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك الحريري السيدة هدى طبارة ومدير عام مؤسسة الحريري السيدة سلوى سنيورة بعصيري بحضور المرشح عن دائرة بيروت الثانية زاهر عيدو. المعركة الانتخابية اللي نحن عم نخوضها بكل لبنان وخاصة ببيروت هي معركة سياسية، واللي بدي أطلبه منكم جميعا انه نحب بعض اكثر ونساعد بعض اكثر، نحط خلافاتنا شوي على جنب ونشتغل لمصلحة بيروت ولمصلحة لبنان اكثر واكثر. اعادة افتتاح المستوصف اللي افتتحه بيوم من الايام الشيخ رفيق الحريري، نحن بدنا نتشكر الشيخ سعد الحريري على الضمان اللي عطانا اياها لنرجع نرجع اسم الشيخ رفيق الحريري بهيدي المنطقة. وبعدها جال الرئيس الحريري في ارجاء المستوصف وتفقد اقسامه. مقهى الرفاعي كان المحطة الأخيرة، احتفال شعبي حاشد لأهالي المنطقة الكبار والصغار الذين انتظروا وصوله أمام المقهى لوقت طويل. بيروت هي الأساس، هي العاصمة، هي الجوهرة، وكله بدو هيدي الجوهرة، فعليكم انتو أهل بيروت وين ما كنتو تاخدوا القرار وتقولوا لأنفسكم انتو شو بدكم، انتو شو بدكم هوية بيروت. وختم الرئيس الحريري بالقول إن شاء الله مسيرتنا وإياكم طويلة كما كانت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وربما في مرحلة من المراحل بعد استشهاد الرئيس الشهيد غبنا كتيار المستقبل عن هذه المنطقة، ولكن الأمور ستتحسن إن شاء الله ونحن نعمل على استمرار التواصل فيما بيننا. دعا الرئيس تمام سلام البيرتي إلى ضرورة التصويت بكثافة يوم السادس من أيار، لافتا إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة سيكون لها تأثيرها على دور لبنان وأهميته في المنطقة. كلام سلام جاء في إطار جولاته الانتخابية في منطقة رأس بيروت، حيث أكد على أن التحالف بينه وبين الرئيس سعد الحريري متين، آملا النمو الاقتصادي والأمان للبنان. تابعت رئيسة لائحة التكامل والكرامة في دائرة صيدا جزين النائب بهية الحريري جولاتها الانتخابية في مدينة صيدا ولقاءاتها مع العائلات، مؤكدة أن قرار المدينة هو لأهلها. لسنا ضد أحد ولا نصادر حق أحد، لكن من حق أهالي صيدا أن يكون لهم حرية القرار من خلال المشاركة الكثيفة في السادس من أيار. هذا ما أكدته رئيسة لائحة التكامل والكرامة في دائرة صيدا جزين النائب بهية الحريري خلال لقاء مع القطاع التربوي في مجدليون بحضور المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا حسن شمس الدين وجمع من التربويين. وقالت الحريري من حق كل شخص أو طرف أن يفكر بمصلحته الانتخابية، لكن أن يحاولوا منع من تأليف لائحة والضغط على مرشحين لسحبهم أو تعطيل ترشيحهم فهذه تطرح أكثر من علامة استفهام وهي برسم الناس. وأشارت إلى أن البعض أراد إزاحة بهية الحريري من السبق الانتخابي لأنها وقفت بوجه مشروع كان يحاول السيطرة على المدينة. من جهته اعتبر شمس الدين أن من يدير المعركة ضدنا هو واحد وإن تعددت المنابر، مشددا على أن السادسة من أيار محطة لاستفتاء ديمقراطي وحضاري. وكانت الحريري زارت منطقة الفيلات في صيدا في إطار جولاتها الانتخابية في المدينة للتداول مع الأهالي في مختلف الجوانب الحياتية والمعيشية والإنمائية والبيئية، فلبت دعوة محمد ديب الزينو إلى لقاء في منزله بحضور أبناء المنطقة، كما عقدت لقاء مع حشد من الأهالي خلال زيارة قامت بها لمنزل علي الصفدي وآخر في منزل محمد توفيق نضر في محلة الفوار، كما زارت منطقة سيروب والتقت عائلات من المنطقة بدعوة من إسماعيل حبلي.
أكد النائب هادي حبيش أن لدى تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري رؤية واضحة لإنماء عكار. في إطار جولاته على قرى عكار، زار النائب هادي حبيش بلدة مشحى، حيث عقد لقاء موسع ضم فعاليات من البلدة والجوار في دارة مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون عكار المحامي خالد محمد الزعبي. حبيش لفت إلى أن لدى الرئيس الحريري رؤية واضحة لإنماء عكار. نحن إذا نجحنا بتعديل المرسوم تبع توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل، اللي هو من خلاله بنقدر ندخل أكبر كم من الأموال إلى البلديات، نوصل بعد 4 سنوات ما فيش حدا بيجي بيقلنا انه في حرمان. وهلا الرئيس الحريري تسلم الدراسه تبع الاوتوستراد الجزء الاخر اللي هو من البداوي وصولا الى العبده، صار في عندك عمليا الجزء الاخر هلا راح انطرح بباريس، وان شاء الله مش ان شاء الله على الاكيد الاموال اللي بدها تجي هلا من مؤتمر باريس بده يكون في عندنا جزء مخصص لاستكمال الاوتوستراد من البداوي وصولا الى العبده، وكذلك الامل من الكويخات وصولا الى العبوديه. والمشروع الثاني طبعا اللي بده يكون فيه تركيز اساسي عليه واللي نحن اخذين وعد فيه من الرئيس الحريري هو مسألة تعيين الهيئة العامة لقطاع الطيران المدني اللي من خلالها قدرين نفتح مطار الإعاد. من جانبه أكد الزعبي أن مشحى ستجدد الثقة بتيار المستقبل ولائحته. واليوم نحن ما نستحي بدنا نقول ولا نخجل أنه نحن اليوم ندعم خط الرئيس سعد الحريري، خط الاعتدال والانفتاح، خط الاستقرار والحوار، خط يلي بيشتغل على نهضة البلد واللي بيحمل مشروع الدولة. وفي الختام دعا الجانبان إلى التصويت بكثافة للائحة المستقبل في 6 من أيار المقبل. تتابعونا بعد الفاصل. المفتي داريان يؤكد وقوف دار الفتوى على مسافة واحدة من كل المرشحين. أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة الجيش عن تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات لإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة الحمدية البقاع، وذلك أثناء تنفيذ مداهمة لمنازل مطلوبين مضطر عناصرها بالرد على مصادر إطلاق النار بالمثل من دون وقوع إصابات، وقد تم توقيف شخصين ومصادرة 6 سيارات بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة. وأشار بيان الجيش إلى أن الموقوفين أحيلا مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين. أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتهجير نتيجة صراعات دولية، وقربه بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وقمع مستمرين منذ زمن. داريان وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وجه كلمة أكد خلالها أن دار الإفتاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى الإنجازات التي استطاعت الحكومة اللبنانية تحقيقها لا سيما نتائج مؤتمر سدر. فالكل هم أبناء هذه الدار التي هي على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فالانتخابات فرصة لنقدم للوطن أحسن ما لدينا من أبنائنا ليقودوا سفينة البلاد والعباد إلى ما هو أفضل. فالانتخابات تمر ويبقى الوطن. ثم إن الحكومة الحالية استطاعت وبجهود كبرى وبدعم من الجهات العربية والدولية أن تعقد مؤتمرات دولية عدة لفتح منافذ ونوافذ للأمل والإصلاح ووضع البلاد واقتصادها على السكة الصحيحة. وجه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي نداء إلى الأسرة الدولية مناشدا إياها وضمائر الدول العظمى العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، مذكرا إياها بأننا نعرف كلنا كيف تبدأ الحروب ولكن نجهل كلنا كيف تنتهي. وهو وجه أسئلة للدول التي تقرع طبول الحرب عما فعلته تجاه النازحين السوريين.
إنهم مشتتون خارج بيوتهم ومحرومون من دفء عائلاتهم، ولقد استضاف منهم لبنان ما يفوق 1,700,000 نازح، أي نحو نصف سكانه، في وقت أقفلت فيه معظم الدول الأوروبية وسواها أبوابها بوجههم. نحن نسأل اليوم، هل إن هذه الدول التي تقرع طبول الحرب قد تحملت ولو جزءا بسيطا من تبعات هذا النزوح؟ هل تدرك أنها فيما تعقد مشكورة مؤتمرات لدعم الاستقرار في لبنان والتخفيف عن كاهله أعباء حروب المنطقة وتداعياتها تعود وتقرع طبول الحرب وتهدم ما تبنيه؟ بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذت لجنة مياومي شركة كهرباء لبنان وجوبة الإكراء اعتصاما عند مدخل القصر الجمهوري، جددوا خلاله المطالبة بإعطائهم حقهم بالضمان الاجتماعي. جدد مياومو شركة كهرباء لبنان مطالبتهم بإعطائهم حقهم بالضمان الاجتماعي وخلال اعتصام لهم أمام مدخل القصر الجمهوري. لفت المعتصمون إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. نحن دخلنا بواقع صرنا 4 أشهر، المياومين المناضلين اللي تعبانين على العواميد وعلى خطوط النقل ما قبضوا رواتبهم. ما بيصير بعهد فخامتك بحجة عدم وجود حاجات في مؤسسة كهرباء لبنان نرمى في الشارع ليكون مناسبة للمؤسسة ووزارة الطاقة تفوت بدلاء عنا. وأدى الاعتصام إلى زحمة سير خانقة في شوارع الحدث بسبب إقفال الطريق الدولية. في صيدا قام وفد من منسقية تيار المستقبل في الجنوب برئاسة المنسق العام ناصر حمود بزيارة تضامنية لأهالي الموقوفين في أحداث عبرة في خيمة الاعتصام المفتوح الذي ينفذونه أمام دار الإفتاء في المدينة. ووضع حمود الأهالي في المساعي التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري والنائب بهية الحريري في موضوع إقرار قانون العفو وشموله أبنائهم، مؤكدا التمسك بمتابعة هذا الملف لإنهائه بكل تبعاته القانونية والإنسانية. وأمل حمود أن يتم طي هذه الصفحة قبل الانتخابات، متمنيا على الأهالي التعاون للوصول إلى الخواتيم السعيدة لهذا الموضوع. تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف اللبناني شيم بتهمة تجارة المخدرات، وهو يعد من أخطر المطلوبين كونه مسلحا بصورة دائمة وبحقه 75 مذكرة عدلية بجرائم قتل ومقاومة رجال السلطة، ويجري حاليا العمل لتوقيف باقي المتورطين. تتابعون بعد هذا الفاصل. تظاهرات حاشدة تشعل شوارع أصفهان الإيرانية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الحكومة تؤجل بند الكهرباء إلى الجلسة المقبلة. ترامب موعد ضرب سوريا لم يتحدد بعد. روسيا تلين لهجتها وتخلي قاعدة طرطوس البحرية. أعلن الجيش الروسي أن الوضع في الغوطة الشرقية في سوريا أصبح مستقرا تماما بالتزامن مع خروج آخر مقاتلي فصائل المعارضة من دوما، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت خبراء وأطباء إلى دوما للتأكد من مدى صحة الادعاءات التي تقول أن المنطقة قد تعرضت لهجوم كيميائي. بعد استهداف بالغازات السامة المحرمة دوليا وحصار خانق دام 6 سنوات، سيطرت كتائب الأسد والميليشيات الموالية على مدينة دوما. دوما التي وصفت بعروس الغوطة الشرقية في ريف دمشق رفع علم النظام فوق أبنيتها إعلانا عن استعادتها بالكامل من المعارضة التي خرج مقاتلوها تنفيذا لاتفاق بين جيش الإسلام وروسيا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قائد فصيل جيش الإسلام عصام بويضاني غادر الغوطة الشرقية وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة.
أما الجيش الروسي فأعلن أن الوضع في الغوطة الشرقية بشكل عام أصبح مستقرا تماما بالتزامن مع خروج آخر مقاتلي فصائل المعارضة من دوما، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت خبراء وأطباء إلى دوما للتأكد من مدى صحة الادعاءات التي تقول أن المنطقة قد تعرضت لهجوم كيماوي. الشرطة العسكرية الروسية بدورها باشرت الانتشار في دوما بهدف ضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين حسبما أعلن الجيش الروسي. وكان الروس فرضوا الاتفاق الخاص بدوما بعد حملة عسكرية ضارية شهدت قتل وتهجير الآلاف، وتعرضت المدينة السبت الماضي لقصف بالغازات السامة أوقع نحو 70 قتيلا، ودفع واشنطن للتهديد برد عسكري على النظام السوري. قتل أكثر من 20 من ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية كتاف شمال غربي محافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش سيطرت على عدد من التلال والمرتفعات في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف بعد معارك عنيفة مع المتمردين، وتم أسر 5 منهم. وأضافت المصادر أن القوات الشرعية تحاصر الميليشيات الحوثية في مركز مديرية كتاف من 3 محاور وتخوض معها مواجهات منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي. بدأ وزراء الخارجية العرب في الرياض لإقرار جدول أعمال القمة العربية 29 ومشاريع القرارات الخاصة بها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير دعا في كلمته إلى الحفاظ على وحدة سوريا طبقا لجنيف واحد، وقال إن الإرهاب وإيران حليفان لا يفترقان، والرياض لن تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة، فيما اعتبر أمين عام الجامعة العربية أن الأزمات الخطيرة في المنطقة سهلت التدخل الأجنبي. اشتعلت شوارع مدينة أصفهان الإيرانية ومناطق أخرى على وقع استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات والفساد. تحت شعار اخرجوا من سوريا واهتموا باوضاعنا، هتف محتجون ايرانيون خلال مظاهره لمزارعي محافظه اصفهان على وقع استمرار الاحتجاجات المناهضه للنظام الايراني. المتظاهرون الذين خرجوا لليوم الرابع احتجاجا على انقطاع المياه الزراعية وتدمير محاصيلهم ساروا في شوارع مدينة أصفهان وسط إيران ومدن وبلدات مجاورة أخرى، وندد المحتجون بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمات وانتشار الفساد في ظل اهتمام النظام بإنفاق المليارات على حروبه الإقليمية والميليشيات الطائفية في المنطقة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الاحتجاجات في أصفهان، أظهر بعضها إقدام المتظاهرين على إحراق إطارات السيارات وقطع الطرقات وسط انتشار أمني. وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن اعتقلت شابا شارك في مظاهرات ساحة خراسكان، ما أدى إلى إثارة مشاعر الغضب لدى المواطنين الذين رددوا شعارات مناهضة للحكومة. كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، وقال مونتشين أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب أنها ستكون هناك عقوبات أولية وثانوية ضد إيران والكيانات التي تتعامل معها، لافتا إلى أن هذه العقوبات ستكون لها تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي أنه إذا لم يوقع الرئيس على قرار تعليق العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني فإن العقوبات سوف تعود. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من اختبار عزيمة إسرائيل، مشددا على أنه لن يسمح بوجود إيراني في سوريا. وقال نتنياهو أن النظام الإيراني يهدد إسرائيل والسلام في كل أرجاء العالم. وفي سياق متصل أعلن مكتب نتنياهو في بيان أن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعاه إلى عدم القيام بأي عمل يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، مشددا على أهمية احترام سيادة سوريا. استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف إسرائيلي على شرق حي الشجاعية بقطاع غزة. يأتي هذا بعد ساعات من غارات عدة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على موقعي تدريب للحركة وسط قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. بعد الفاصل تتابعونا في الاقتصاد.
شركة فيسبوك ستطلق برنامج مكافآت لرصد إساءة استخدام البيانات. الفقرة الاقتصادية مع باسل الخطيب. شكرا ميرنا، أهلا بكم. ظلت أسواق النفط متوترة وسط مخاوف من تصعيد عسكري في سوريا، على الرغم من أن الأسعار ظلت دون المستوى المرتفع الذي سجلته، وهو الأعلى منذ أواخر العام 2014، في الوقت الذي تؤثر فيه وفرة الإمدادات الأمريكية سلبا على السوق. ويقول متعاملون إن النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين أيقنت على حالة القلق في الأسواق، وارتفعت العقود الآجلة الخام قياس العالمي مزيج برنت إلى $72.14 للبرميل، بزيادة ميني سنت أو ما يعادل 0.1% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $67 للبرميل، بزيادة 21 سنت أو ما يعادل 0.3% بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة. وبلغ خام برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر عام 2014 عند $73 و$67.45 للبرميل، على الترتيب بعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من تحرك عسكري وشيك في سوريا. تراجعت أسعار الذهب بعد أن بلغت أعلى مستوى في 11 أسبوعا في الجلسة السابقة بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وجني أرباح، على الرغم من أن المخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد سوريا دعمت المعدن النفيس. وانخفض الذهب إلى $1,351 للأونصة بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى $1,354 للأونصة، ولمس المعدن الأصفر مستوى $1,365 للأونصة في جلسة سابقة، وهو الأعلى منذ 25 كانون الثاني قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا. وعادة ما يستخدم الذهب كمخزون للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية، كما تلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف المستمرة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. الأسهم الأوروبية ارتفعت بدعم من نشاط جديد في إبرام الصفقات برغم من استمرار حذر المستثمرين بسبب مخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل في سوريا كما ذكرنا. واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر بعدما نزل 0.6%، بينما تراجع فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.01%، ونزل مؤشر داكس الألماني 0.09%. وشعر المستثمرون ببعض الارتياح بفضل توترات لصفقات الدمج والاستحواذ. وصعد سهم شير 1.2% بعدما قالت مصادر لرويترز إن تأكيدا خاطبت مقرضين بشأن قروض للمساعدة في تمويل استحواذ محتمل على الشركة البريطانية المختصة في أدوية الأمراض النادرة. وقفز سهم فيرست جروب بعد أنباء عن رفضها محاولة استحواذ من أبولو، بينما ارتفع سهم بلايتك 0.6% بعد موافقتها على شراء شركة المراهنات الإيطالية سنايتك مقابل $1 مليار. وبالنسبة لأنباء أرباح الشركات، تراجع سهم كارفور 5% بعدما أعلنت الشركة تحقيق مبيعات فصلية ضعيفة. في عالم التكنولوجيا، قالت شركة فيسبوك إنها ستطلق برنامج مكافآت لرصد إساءة استخدام البيانات بهدف مكافأة من يبلغون عن أي إساءة لاستخدام البيانات من قبل مطوري التطبيقات. وجاء الإعلان قبل جلسات استماع في الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، يمثل فيها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج لتوضيح كيف تمكنت شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية من الحصول على بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك بشكل غير ملائم. وسيمنح البرنامج مكافآت للأفراد الذين يقدمون أدلة تثبت وجود تطبيق على منصة فيسبوك يجمع وينقل بيانات المستخدمين إلى طرف ثالث بغرض البيع أو السرقة أو استخدامها في برامج خداعية أو للتأثير السياسي. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفاصل تتابعونا في الرياضة.
بايرن ميونخ يتعادل مع إشبيليا ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال. الفقرة الرياضية مع عباس حسن. شكرا ميرنا، مساء الخير. أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق ريال مدريد الإسباني وقادوا إلى نصف نهائي دوري الأبطال بتسجيله في المباراة 11 على التوالي في المسابقة ليحبط انتفاضة جوفنتوس. جوفنتوس كانت تقدم بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد قبل ما ينجح كريستيانو رونالدو في أن يسجل هدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت القاتل ليقود الملكي إلى نصف نهائي دوري الأبطال مستفيدا من الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة. رونالدو صار على نفس الخط بهذا الشباك جوفنتوس الذي لطالما أحرز الأهداف في مرمى بالبطولة الأوروبية بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وأوقف في عودة الفريق الإيطالي في النتيجة، وأصبح الدون في هذه النسخة من التشامبيونز ليج أول لاعب يسجل أهداف في المباريات دور المجموعات الستة بإجمالي 9 أهداف، كما أحرز أهداف في مواجهتي ثمن النهائي وكذلك مباراتي ربع النهائي ليعزز بذلك الرقم القياسي كهداف للبطولة ب 15 هدف. من جهة تانية حسب بايرن ميونخ تأهله إلى نصف النهائي بعدما تعادل سلبا مع ضيفه إشبيليا الإسباني في المباراة التي جمعتهم امبارح الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في إياب دور 8، واستفاد الفريق البافاري من انتصاره على الفريق الأندلسي في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزيخوان بهدفين مقابل هدف. وأخذ خماس رودريغيز زمام المبادرة في تهديد مرمى إشبيليا بعد ما كان سدد ركلة حرة مباشرة بالدقيقة الثالثة لأنها كانت فوق العارضة بسنتيمترات قليلة، وكانت المباراة عم تنتهي بهالنتيجة يلي أهلت فريق بايرن ميونخ إلى الدور نصف النهائي. الحارس المخضرم بوفون اعتبر بأنه حكم المباراة الذي طرده في الثواني الأخيرة لا يمتلك قلب، خاصة وأنه هذه المباراة انتهت بطريقة دراماتيكية جدا ووصفه بعبارات نسمع سوا. صرح جونليجي بوفون حارس مرمى جوفنتوس بعد إقصاء فريقه من الدور ربع النهائي بدوري أبطال على يد ريال مدريد الإسباني بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بأنه أي حكم لديه من الخزي لاحتساب ركلة جزاء مثل هذه في الدقيقة 93 فهو ليس إنسانا ولكن حيوان لافتقاده لأي إحساس. وقال الحارس الأسطوري في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: أشعر أني بحالة جيدة، الحياة يجب أن تستمر، سعيد وفخور بالمباراة التي قدمناها وبدعم زملائي والجميع، لقد استطعنا تحقيق المستحيل الليلة، أعتقد أنها نهاية غير عادلة لجوفنتوس بعدما تحققها. وحول ركلة الجزاء اللي سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل من الضائع والتي شهدت أيضا طرده ببطاقة حمراء مباشرة بسبب اعتراضه على الحكم، قال: كنت قريبا للغاية من اللعبة مثل الحكم والحكم الخامس، إذا كان لديك من القدرة ما يكفي لتحتسب مثل هذه الركلة في الدقيقة 93 فأنت لست إنسانا ولكن حيوان لافتقادك لأي إحساس بكل ما حدث قبلها والتضحية التي بذلها الجميع. وأضاف الحكم مايكل أوليفر كان خارج الخدمة، أهنئ جميع أصدقائي في ريال مدريد وسيرجيو راموس على التأهل المستحق، ولكن على ملعب صعب مثل البرنابيو وأمام جماهير كهذه إذا لم تمتلك الشخصية فعليك الجلوس في بيتك أو في المدرجات إلى جانب زوجتك وأطفالك. وتابع: أعلم أن الحكم يتخذ قراراته وفقا لما يراه ولكنها واقعة تحمل كثيرا من الشك وليست مخالفة صريحة، الصواب بنسبة 10%، لقد تجاهل حكم المباراة الذهاب احتساب ركلة جزاء صحيحة لنا واليوم تحتسب ضدنا ركلة جزاء مشكوك في صحتها وبالدقيقة 93. وأضاف بأنه جوفنتوس بذل أقصى ما لديه من جهد ولكن من غير المقبول أن يدمر شخص ما أحلامنا بهذه الطريقة بعد انتفاضة وعودة استثنائية بسبب مخالفة مشكوك في صحتها. ووجه بوفون كلمات قاسية مجددا للحكم الإنجليزي يبدو أنه لا يحمل قلبا في صدره بل صفيحة قمامة. هذا كل شيء بالرياضة لهلأ، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تذكير بالعناوين: الحكومة تؤجل بند الكهرباء إلى الجلسة المقبلة، عون يرفض استباحة إسرائيل أجوائنا، والحريري يؤكد العمل على تحييد لبنان. ترامب: موعد ضرب سوريا لم يتحدد بعد، وروسيا تلين لهجتها وتخلي قاعدة طرطوس البحرية. جيش الإسلام غادر دوما كليا، وروسيا تعلن دخول شرطتها العسكرية إلى المدينة. وقد تابعتم في الاقتصاد: حذر في أسواق المال بسبب مخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل في سوريا. وفي الرياضة: كريستيانو رونالدو ينقذ ريال مدريد ويؤهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. رفيق الحريري عمل بلد بدمه، مش كتير علينا نحميه بأصواتنا. ما في حدا انظلم من بلد أكيد.